غزة الحرب بدها تقعد 3 أشهر 6 أشهر سنة، في الآخر في تداعي إلها، وهذا التداعي وجهه سياسي واقتصادي واجتماعي اللي هو السيناريو بالآخر. عقد المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات جلسة حوارية تحت عنوان سيناريوهات العدوان وإدارة الحكم في غزة، للوقوف على السيناريوهات المحتملة لإدارة قطاع غزة عقب انتهاء الحرب. الغاية من هذه الدراسة هو النظر في السيناريوهات والاحتمالات التي يمكن أن تحدث في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى شعبنا بشكل عام. بدون دراسة هذه السيناريوهات من كل الجوانب ورؤية وزن كل سيناريو، لا يمكن أن نضع الخطط ولا السياسات ولا الإجراءات الكفيلة بدحر العدوان وأهدافه، لأن هذه الدراسة ليس من أجل الدراسة وليست عمل أكاديمي من أجل الأكاديمية، وإنما من أجل خدمة مصالح وأهداف الشعب الفلسطيني. الجلسة ناقشت مجموعة من السيناريوهات المقترحة بعد انتهاء الحرب على غزة، ومن ضمنها إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة أو جزءا منه، أو إدارة خارجية أو دولية لقطاع غزة، أو إنشاء حكومة إنقاذ وطني بموجب اتفاق وطني، وغيرها من السيناريوهات. المفضل للفلسطينيين هي حكومة الوحدة الوطنية والإنقاذ الوطني لمعالجة جميع المخلفات الحرب الإسرائيلية، وكذلك الانتهاء من الانقسام، لأن المصلحة المواطنين بالنسبة للباحثين في هذا التقرير هي كانت الأولوية الأولى، ومصلحة الفلسطينيين بإنهاء هذا الانقسام من أجل أن يكون لدينا أفق وأمل للتحرر من الاستعمار وتجسيد الدولة الفلسطينية بما يحقق مصالح المواطنين الفلسطينيين وأعادة ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية. هذه الدراسة اقترحت عدد معين من السيناريوهات وجمعتها في تقريبا 6 سيناريوهات. سيناريو بقاء الوضع، أي وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لفترة على الأقل ليست قصيرة، وسيناريو إنشاء قوى محلية اجتماعية عشائرية، أو عودة السلطة الوطنية الفلسطينية، أو عودة حماس، وسيناريوهات أخرى فرعية. وللخروج من المأزق الداخلي يجب تحقيق الوحدة الوطنية والاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة لإنهاء الاحتلال وتقرير المصير بعيدا عن التدخلات الخارجية.